السلام عليكم ساتر. السلام عليكم. عامكم بخير. وكنا عايزين بس نعرف من حضرتك بس الاعداد اللي تقدمت للترشيح على العضويه وعلى النقيب. اتفضل. بالنسبه للاعداد التي تقدمت لمنصب النقيب حتى الان 7 محامين. بالنسبه للمستوى العام حوالي 42 محامي. ممكن نعرف اسماء المترشحين على منصب النقيب؟ في الدكتور محمد كامل، استاذ سامح عاشور، استاذ منتصر الزيات، استاذ رأفت نوار، الاستاذ مجدي راشد، استاذ حسن رجب، الاستاذ رفعت نمر متر. حضرتك بقى الاعضاء المترشحين على عضويه النقابه بالنسبه للمستوى العام حوالي 42 محامي، بالنسبه للمستوى المحاكم الابتدائية حوالي 58 محامي، بالنسبة للقطاع العام حوالي 13 محامي. متى سيغلق باب الترشيح؟ سوف يغلق باب الترشيح إن شاء الله يوم الخميس الموافق 8/9/2011 الساعة 7 مساء. هل ستشهد لهذه الانتخابات يعني بعض المشاكل على خلفية ما قبل الثورة؟ لا، هو حاليا إلى الآن لا توجد أي مشكلة بالنسبه لل سواء بالنسبه لاجراء العمليه الانتخابيه او بالنسبه لتقديم الطلبات حتى الان. يعني لا يوجد معوقات كما كان يحدث في قبل الثوره؟ لا توجد اي معوقات، لان المرشح اللي بيجي يقدم بيبقى عارف الشروط مسبقا ايه هي. فبيحضر الاوراق المطلوبه وبيجي يتقدم بيها، ومفيش يعني دقيقه واحده بياخد وصل ما يفيد ان هو قدم الايصال، ومفيش اي مشكله يعني. طب الاعدادات بقى او الاستعدادات التي يعني اعدت لهذه الانتخابات، حيث ان هذه الانتخابات على مصر يعني تعتبر من اقوى انتخابات. وبالنسبه للاجراءات اللي سوف تتبع بعد قفل باب الترشيح، سوف يكون هناك يوم محدد او يومين للتنازلات، ثم بعد ذلك لفحص الطعون وفحص الطلبات، ثم بعد ذلك تعلن الكشوف النهائية، والتي سوف يكون من حق المرشحين دخول هذه الانتخابات. الانتخابات السابقة ألغيت بسبب بعض الإشكاليات أو بعض التجاوزات، فهل ستتلاشون هذه الإشكاليات؟ هو بالنسبة إذا ما تعرضنا إلى بطلان الانتخابات 2009، نجد انها انصبت على عدم دستوريه القانون 100 فقط لا غير، ولكن لم تنصب على اي مشكله او اي اجراء من اجراءات الانتخابات. يقال ان احمد عز كان مسيطرا على هذه الانتخابات وكان يعد لها كحرب. هذا الكلام ليس له اسم الصحه، وهذا الكلام مستبعد تماما يعني. نرجو لكم كل التوفيق، وتشهد هذه الانتخابات يعني حاجة منورة لمصر إن شاء الله مشرفة. شكرا شكرا شكرا, شكرا.